مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبث طمأنينة في نفوس موجودة وقايمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا، هو بقى في أمل للطلبة ولينا احنا كمان. يعني انا دلوقتي ولية أمر همشي ومطمئن. السهولة المرورية المطلوبة ومنع التكدسات مع وجود أقوال أمنية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، ومع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، فإن الوزارة تحرص وفي إطار تطبيق المنظومة العقابية الحديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل وفي مقدمتها إتاحة الحق للنزلاء في مواصلة تعليمهم، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل. قدمت والناس اتسهلت معايا في الإجراءات والحمد لله توفر لنا مكان للمذاكرة وللرعاية، والنهارده كان أول يوم امتحانات لينا وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا. يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للنزلاء في استكمال تعليمهم.